الاسعار غاليه قوي في السوق، يعني انت المحلات اقل محل تخش دلوقتي عشان تجيب جاكيت ولا حاجه للواحد او سويت شيرت هتلاقي الاسعار بتعدي من 300 وانت طالع، لكن الجواكت ممكن تلاقي جاكيت وصل ل 1000 جنيه. عندي الاطفال برضو يعني لسه جايب لهم لبس من قريب، برضو الاسعار غاليه جدا، يعني جايب لابني 5 سنين الترنج بتاعه لوحده عامل 350 جنيه. صحاب المحلات غصب عنهم الحاجه اللي بيصنعوا منها التيشيرتات والبناطيل مش عارف ايه، الخام نفسه غلي، كل حاجه غليت، فالزبون بقى يشتري الحاجه المحروقه اللي هي المحروقه اللي هو ايه تاجر عنده مثلا 1000 حته مطلع منهم 200 بس عشان 800 لو ما دفعهمش هيتحبس، ما هو مال شيكات وكده، فهو يعني غلو الاسعار مبوظ السوق خالص. شايفها مرتفعه الى حد كبير، ومعظم الناس اللي بتنزل تتفرج ومفيش اقبال المعتاد بتاع كل سنه على الشراء بتاع دخله الشتاء او حاجه زي كده. الاسعار فعلا مبالغ فيها، والماتيريال ذات نفسها بتبقى ضعيفه عن اللي احنا متعودين عليها كل سنه بالنسبه الجوده مقابل السعر او حاجه زي كده. كله مولع في 600 و700 مش عارفين نجيب صراحه، والشنط والاحذيه واحنا جايين من السويس مش عارفين نشتري حاجه. عشان نلاقي حاجه رخيصه لقينا الحاجه غاليه. الجاكيت بس لوحده جايباه ب 600 جنيه اهو من غير اي حاجه، انا مش عارفه، انا استغربت الاسعار السنه دي، وحاجه اصلا كمان مش حلوه وغاليه نار، ومؤاخذه الجزمه دلوقتي ب 500 جنيه، طب ليه يعني؟ مش اقل من 1500 جنيه، يعني 1500 جنيه عشان تشتري جاكيت وتشتري سويت شيرت تحتيه وتشتري بنطلون مش اقل من 1500 جنيه في وسط البلد هنا، ما انا لسه شاري البنت كوتشي وشاري يمكن جاكيت ليها كان في حدود تقريبا اكثر من 450 جنيه. هي صغيره شويه لكن سعر معقول، يعني مش عالي قوي. لو هاخد البليزر بالقميص دوت، القميص ده عامل 200 مثلا، والبليزر ده عامل 450، في حاجه عندي عامله 500، في حاجه عامله 600، بس هو السوق بس يشتغل ويتحرك. هنبدا نشكل، هنبدا نجيب شغل، بضاعه، الكلام ده كله، بس هو في حاجه كده ما تعرفش ايه مخليها السوق الحركه واقفه جامد. هو في فرق في القماش، يعني القماش زاد مثلا 8 جنيه الاول، زاد جنيه في 2 جنيه بعد كده 8 جنيه. وبالنسبه للشتاء بيبقى اقل من الصيف، الصيف بيبقى اكتر زباين واكتر ناس وكل حاجه. بالنسبه للشتاء بيبقى فيه بواط والحاجات دي بتبقى غاليه على الزبون او رخيصه، بس برضه ما فيش رجل جامده عشان في دخول مدارس، دخول جامعات، دخول الناس دي كلها، طبعا بياخدوا دروس والحاجات دي، فما فيش حد بينزل يشتري حاجه. بالنسبه للاسعار احنا بننزل الاسعار ممكن توصل للنص بالنص، يعني مثلا لو هي ب 300 ممكن توصل 150 175، برضه ما فيش قباله عليها. حاجه ثانيه الشارع بيبقى فاضي، يعني مثلا ممكن من الساعه 5 الساعه 10 بالليل اخش زبونين ثلاثة طول النهار، برضه نفس الحكاية. الأسعار كويسة هنا، ممتازة مرة، وأحلى أحلى ناس وأحلى أسعار، وكل الأسعار اللي هنا أخذنا من هنا وأخذنا من الحسين أسعارها كويسة. الأسعار مناسبة الحمد لله كويسة، شرينا من هالمحل، مرينا هالمحلات ومرينا بعد الحسين، الأسعار مناسبة وفي جودة كذلك. الأسعار هنا أقل ولا أقل؟ لا لا والله هنا عالي، اسعار كويسه والخامات عاليه، خلاف مع كل حاجه غاليه، بس في اسعار الملابس حاسس ان الدنيا مظبوطه شويه. في العرض تاخد قطعتين، تاخد عليهم قطعتين هديه برضه، وحاجات كلها كويسه يعني. فرجني اللي انت جايبه، انا شايف في ايدك هدوم، قول لي اسعارها عامله ازاي. جاكيت ده هو انا جايبه جاكيت جلد ب 1600 جنيه، واداني 1600، اداني واحد تاني عليه ب 1600 في العرض. الاسعار دي مناسبه ليك؟ مناسبه في الايام اللي احنا فيها دي، هي حاجه كويسه خالص يعني. تجيب طقم كده يكلفك كام؟ يعني مثلا سكه 800 جنيه 1000 جنيه مثلا، طقم كويس محترم. يعني مثلا سويت شيرت وبنطلون جينز وجزمه كويسه محترمه محل محترم مثلا تعمل لها بتاع سكه 1000 جنيه. كله بيغلي ما تعرفش ليه. كله بقى يجيب بيقول لك ان الخامات غاليه، الناس الغزل مش موجود، كله بيجيب كده، فبالتالي بتاع الخامات بيغلي، فبالتالي بتاع الجمله بيغلي، فبالتالي بقى المستهلك بقى يغلي عليه. ده مش مصلحتنا احنا كمنتج، احنا بنوصله للزبون في الاخر يعني. اسعار متفاوته يعني، انا عندي مثلا الاسعار فيه بتبدا بنطلون من 250 جنيه على غايه 350 و375. البليزر برضه انا عندي فيه ب 395 وفي 495. البنطلون دلوقتي مثلا ب 250 الجنس او 300، بتبص تلاقي الجاكيت برضه كمثل ب 500 ب 600، فبيتكلف بتاع 900 800، وممكن لو يعني طقم كامل خالص بيتكلف 1000 جنيه. فانت باجي هنا مثلا، انا مثلا في وسط البلد
ممكن بروح حتت شعبيه يعني مناسبه لي انا او للناس، في ناس غلابه كتير فبتروح مثلا زي وكاله زينا بينقل الحاجه اللي هي تناسبهم. انا اللي بيجي هنا بيجي على قد امكانياته.